بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف العاشر، اليوم سوف نتكلم عن الدرس العاشر من مادة التربية الإسلامية والذي هو بعنوان فضل الصيام. أولا، التعريف بالحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فمعنى كلمة خريف أي سنة. وبهذا الحديث يتبين لنا الفضل العظيم والكبير للصيام، إذ أن الله عز وجل يقول على لسان نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما يوحى إليه من الله عز وجل، أي أن الشخص الذي يصوم يوما في سبيل الله عز وجل يباعد الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وبهذا يتبين لنا مقدار وأهمية الصيام. أما التعريف براوي الحديث فهو الصحابي الجليل سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا كثيرة، وكان من فقهاء الصحابة، وتوفي رضي الله عنه سنة 74. أما التعريف بفضل الصيام كما اتضح معنا سابقا من الحديث الشريف، فنزيد عليه أن من أبرز العبادات تأثيرا في النفوس والتي تساعد على تسيير الأمور وتوسيع الرزق والشعور بالراحة والطمأنينة هي عبادة الصيام التي شرعت في رمضان فرضا وفي غيره، أي في غير رمضان، نافلة تزكية للنفوس وتهذيبا للأخلاق وتحقيقا للتقوى. فنحن عندما نصوم نشعر بداخلنا بكثير من الأمور الخيرة التي تحصل فينا من توسيع للرزق وشعور بالراحة والطمأنينة، فهذا من الفضائل للصيام. فضائل الصيام وآثاره، فللصيام فوائد عظيمة تعود على المسلم، منها أولا الوقاية من المعاصي والآثام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. فنحن نلاحظ على أنفسنا عندما نكون صائمين فإننا نبتعد عن كل الرذائل والأمور السيئة، ونبتعد أيضا عن فعل المعاصي والآثام، لأن الصيام يورث فينا أو يودع فينا هذه الرغبة أو هذه الحاجة إلى البعد عن الأمور السيئة. وأيضا من الفوائد العظيمة للصيام أن الله عز وجل قد خصص بابا من أبواب الجنة للصائمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منهم أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وبهذا يتضح لنا الأجر العظيم والفضل الكبير للصيام. فنحن جميعا في حياتنا كلها، في عملنا وفي دراستنا وفي كل شيء نقيم به، إن غايتنا الأولى والأخيرة التي يجب أن تكون هي دخول الجنة. فكما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنحن نسعى بكل أعمالنا وأقوالنا إلى أن ندخل الجنة. فعندما ننظر في هذا الحديث ونرى الأجر العظيم للصائمين، حيث أن الله عز وجل قد خصص بابا خاصا بهم يقال له باب الريان، لا يدخل منه أحد غير الأشخاص الذين اعتكفوا على الصيام أو واظبوا عليه. وليس المقصود هنا أن الشخص يجب أن يصوم كل يوم، بل إنما يجب عليه أن لا يترك عبادة الصيام وأن لا يستأثر بها فقط في شهر رمضان، بل يجب أن يحاول أن يصوم ولو في الأسبوع يوما واحدا. ولشهر رمضان الذي شرعت وفرضت فيه عبادة الصيام فضائل عدة، منها وجود ليلة القدر فيه، وهي خير الليالي وأفضلها عند الله تعالى، فقال الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلنلاحظ هنا الأجر العظيم والفضل الكبير، حيث أن أفضل الليالي وخير الليالي هي ليلة القدر، وليلة القدر موجودة في شهر رمضان، وأفضل الأشهر عند الله عز وجل هو شهر رمضان الذي فيه واحدة من أفضل العبادات وهي الصيام، التي أعد الله عز وجل ووعد عباده بأجر عظيم لمن واظب عليها. وأيضا من فضائل رمضان مغفرة الذنوب لمن قام لياليه، لا سيما ليلة القدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل قد تفضل على عباده بالأجر العظيم والخير الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أيضا
للصيام آثار مهمة جدا وكبيرة على حياة المسلم والمجتمع، فمنها أولا ضبط الأخلاق وتنميتها، فالصيام يعود المسلم على الصبر والتحمل وضبط النفس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فلنلاحظ هنا هذه التزكية وهذه الأخلاق العظيمة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للشخص أن يتعود على شيء أو أن يوطن أو يضبط نفسه بأي وقت، ولكن الله عز وجل قد شرع لنا الصيام في شهر رمضان أو في غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أمور عديدة يجب أن نتحلى بها أثناء صيامنا، مثل الصبر والتحمل وضبط النفس. فإذا تعودنا أن نصوم في كل أسبوع ولو على الأقل يوما واحدا، وتعودنا أن نتحلى بمثل هذه الصفات، فإن هذه الصفات تمتد معنا إلى أبعد من ذلك وإلى أكثر من هذا اليوم، إلى جميع أيام حياتنا. أيضا من آثار الصيام على حياة المسلم والمجتمع تقوية صلة العبد بالله تعالى وتعليمه الإخلاص والصدق، لأن الصيام عبادة بين العبد وربه لا يطلع عليها أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل يبين لنا هنا أن هذا الصيام هو عبادة بين العبد وربه، وليس لأي شخص واسطة أو دخل بها، فلهذا لا يمكن لأي شخص أن يحكم على شخص آخر مثلا في شهر رمضان وأن يقول له أنت لست صائم، ولكن الله عز وجل عندما شرع هذه العبادة أراد لنا أن نتعود أو أن نتحلى بصفات الإخلاص والصدق، لأنها عبادة بين العبد وربه، فإن لم يصدق الإنسان بينه وبين الله عز وجل فلن يصدق في حياته. أيضا تعويد المسلم على البذل والعطاء وتلمس حاجات الناس من المحتاجين والفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وأيضا من الأمور أو من الفضائل أو من آثار الصيام تعويد المسلم على النظام وضبط الوقت والدقة في حياته، فهو يتناول طعام السحور إلى طلوع الفجر ويتناول إفطاره عند الغروب ولا يؤخره. أيضا تحقيق فوائد صحية تعود على البدن بالخير، ففي الصيام شفاء من بعض الأمراض ووقاية لجسم الإنسان. وبهذا يكون درسنا قد انتهى. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.